You'll see it come through the top of the screen. There it goes. And then the camera will slew to follow it. This newly declassified U.S. government video لجسم طائر مجهول بالشرق الأوسط كشف عنها مسؤول بالبنتاغون video of a UAP or unidentified anomalous phenomenon was filmed by a military drone in the Middle East in 2022. UAPs are more commonly known as كتت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الخدمات المسلحة إحاطة غير سرية مع مدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة أو أرو الذي كشف فيه عن مقطع فيديو لجسم طائر مجهول الهوية. الكشف عن جسم طائر مجهول الهوية بحسب شبكة CNN الأمريكية فإن الفيديو تم التقاطه من قبل طائرة درون عسكرية في الشرق الأوسط عام 2022 ويظهر فيه جسم طائر مجهول من أعلى الشاشة بشكل سريع قبل أن تتحرك الكاميرا لتعقبه. ووفقاً لمدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة في البنتاغون الدكتور شون إم كيريك باتريك فإن المكتب يتعقب الآن أكثر من 650 حالة بالمجمل للأجسام الطائرة المجهولة. As UFOs. This is essentially all of the data we have associated with this event from some years ago. That is an unresolved case. وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها وزارة الدفاع الأمريكية عن أجسام طائرة مجهولة. ففي يناير العام الجاري تحقق البنتاغون وكالة المخابرات المركزية سراً في جسم طائر مجهول يشبه كرة معدنية حلق فوق مدينة الموصل العراقية. وكانت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية قالت إن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو مدته 4 ثواني تم التقاطه في 16 أبريل عام 2016 بواسطة طائرة استطلاع أمريكية في شمال العراق. وأثار تحليل جسم غامض حول المكان الذي كان يعمل فيه الجيش الأمريكي في ذلك الوقت مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة في وزارة الدفاع مع مخاوف المسؤولين العسكريين من أن قد يعرض الطيارين والقوات البرية للخطر. We are still studying. The director of Pentagon's new All Domain Anomaly Resolution Office, the AARO, shared the video during a U.S. Senate committee hearing. How many are still left to be resolved? Just an update from your January public report where it was 366 or something and about 150 were balloons and about